مع ختام شهر رمضان الكريم، شهر الخير وشهر البركات اللي بنودع أيامه الجميلة بالإنشاد والتواشيح اللي بتعتبر جزء أصيل جدا من التراث المصري المرتبط برمضان. خلينا نقول إن يعني ربما أجيال كاملة مرتبطة بالإنشاد الديني اللي خصوصا بيتقال قبل صلاة الفجر اللي بنسمعه خلال فترات اليوم، إذاعة القرآن الكريم. خلينا نتكلم عن ده بالتفصيل، أهم الحاجات اللي ممكن نسمعها خلال فترة العيد وخلال أيضا رمضان. معنا المنشد الشاب مصطفى الشافعي اللي تأهل لنهائيات مسابقة منشد الشرق. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. صباح الخير، كل سنة وأنت طيب. وحضراتكم بألف خير يا رب. عايز أبدأ أسألك، يعني دخلت المجال ده عن حب ولا لأ؟ وبالنسبة لتاريخنا إحنا كمصر، أنت رحت يعني مسابقة الشرق، أكيد شفت يعني ألوان مختلفة. يعني في مدرسة شامية للقصة دي معروفة جدا، في مدرسة خليجية برضو طبعا، واخد بالك، بس المدرسة المصرية هي المدرسة الأم. تمام، صح ولا أنا صح؟ صح. احنا هنبدأ مش تعصب والله يعني أولا أنا بتشرف إن أنا موجود في صباح الخير يا مصر، البرنامج التاريخي الكبير. بتشرف إن أنا موجود معاكم، وكل سنة ومصرنا بخير وباليمن وببركات يا رب. هو فعلا مصر هي ليها الريادة في مجال الإنشاد الديني. اللي أسس مجال الإنشاد الديني كان سيدنا الشيخ علي محمود في الثلاثينات القرن اللي عدى. المدرسة المصرية هي متميزة فعلا بلون معين، هو لون التواشيح الدينية. مش هقول إنه بدأ يندثر، لكن إنه هو في شباب بيحيوا الفن ده دلوقتي. بالنسبة لنهائيات منشد الشارقة، كان الحمد لله يعني أدائي بشهادة اللجنة والجمهور كان كويس، التصويت هو اللي فرق معايا للاسف الشديد. لكن طب خلينا بقى ايه، يعني ما تاخدناش في الكلام، خلينا نبتدي على طول وسمعنا حاجه كده لو في ابتهال مثلا لاخر رمضان بنودع بيه رمضان. حاضر. ممكن نقول يا عين وجودي بالدموع. يا عين وجودي بالدموع، يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، شهر به غفر الكريم ذنوبنا، شهر به غفر الكريم ذنوبنا، وبه المهيمن يستجيب دعانا. الله عليك، احسنت يا استاذ. الله يحفظك. بدات ازاي القصه؟ اخترت فن الانشاد ازاي وبناء على ايه يعني؟ والله هو الموضوع جه بصراحه صدفه. يعني انا بدات في مجال الغنى، كنت فرقه الموسيقار هاني شنوده، فرقه المصريين. قعدت سنة ونص في مجال الغناء، لكن في حد صاحبي اسمه نور اقترح عليا ان انا ادخل مجال الانشاد. كنت في الاول رافض لان ما كانش عندي اي خبره فيه، بس هو قال لي انت مع الوقت هتلاقي نفسك بتنشد بشكل كويس، بتتعلموا المقامات بقى والحاجات بالزبط. دي يعني بالزبط. قصه مختلفه عن الغناء، اعتقد دي مدرسه ودي مدرسه. بالظبط، هو مش فكره ان دي مدرسه، هي دي ليها تكنيك مختلف بس شويه عن الغناء كاداء يعني. والمحتوى طبعا بيختلف تماما، لان احنا بنتكلم عن ربنا، عن سيدنا النبي، عن قلب سيدنا النبي، عن كل ما تفرغ. كنت في الاول مثلا قارئ القران، فحسيت من هنا انا حابب ان انا هو نشاتي اصلا والدي قارئ القران الكريم، وكنت بسمعه وكان بيسمعني مشايخنا كلهم، الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط وكده، فاتاثرت بالنشاه دي.
فموضوع الانشاد شويه بقى بس كويس. بس انت صوتك حلو قوي، انت كده عرفت انت صوتك حلو او امتهنت ده متاخر شويه؟ لا، والدي اكتشف ده وانا عندي 7 سنين. سبع سنين بس انا ما كنتش حابب ده، انا كنت بحب الكوره يعني، بحب مجال تاني خالص. ونميت موهبتك ازاي؟ نميت موهبتي عن طريق اجتهاد ذاتي. كنت في الاول عندي شغف اعرف ايه المقامات، لما كنت بطلع على الستيج كان الموسيقيين يقولوا لي هتقول من مقام ايه؟ انا مش فاهم مقام ايه يعني، اعمل ايه يعني؟ نهوان. فيقولوا لي، اقول لهم انا مش عارف، ادوني انتوا قولوا وانا هقول معاكم. فحسيت ان الموضوع محرج، فبدات اسال بقى اصحابي الموسيقيين يفهموني، يقولوا لي ده سيكا، درست، بدات اجيب كتب بقى اكاديميه تبع كليه التربيه الموسيقيه جامعه. انت ينفع كتب؟ اعتقد ده علم لازم يعني. ما انا كنت واخد يعني الموضوع بالسمع بس، لما كنت اسمع مثلا يقولوا لي ان المقام بيتكون من جنسين، جنس اصل وجنس فرع، فانا لما اجيب الكتاب الاقي مكتوب جنس الفرع رست وجنس مثلا الاصل نهاوند، فانا افهم ده مقام مثلا اسمه مش عارف ايه وهكذا، واحاول اطبق بصوتي عملي. كان تعليم ذاتي يعني. ينفع سيلف ستادي او التعليم الذاتي في حاجه زي كده؟ نفع مع المستوى الشخصي، ما درستش في حته. ده يوتيوب طبعا. يوتيوب، كتب، بسال بشكل شخصي زمايلي الموسيقيين بيفيدوني بالمعلومات وهكذا. ومسابقه الشارقه بعد عملت فيها ايه؟ مسابقه الشارقه الحمد لله كنت بصفي هنا مع 450 منشد مصري، الحمد لله الانشاد في مصر هو بدا ينتشر. والحمد لله تم الاختيار يعني عليا، ورحت الحمد لله مثلت مصر، وصلت للمرحله النهائيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل يعني ما خدتش مركز الحمد لله. لا انت يعني صوتك جميل فعلا، وحبينا تسمعنا بقى حاجه تانية دلوقتي. سمعنا بالمسك فاح مثلا ولا اذا انت عرفتني؟ حاضر. حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال، هو الجمال كله. حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال، حتى القمر يوم ظهر كالنور من ظله. جبريل دليل النبي في الإسراء والمعراج، وفي ساحة الزاد رأى الهادي لبيد المسك فاح. المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لمين وجدي وحالي، الله الله، وأقول لمين النبي غالي، الله الله، أشكي لمين وجدي وحالي، الله الله، وأقول لمين النبي غالي، الله الله، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. السلام. الله عليك. السلام. احسنت يا استاذ. الله يحفظك. شكرا. دلوقتي احنا بنشوف يمكن بقى في فرق كمان للانشاد، و يعني في ساقيه الصاوي شفت كذا حاجه، شفت في كمان في الهناجر. الموضوع يعني كان زمان مقتصر على الاذاعه وعلى الناس الكبيره، دلوقتي بقى يعني عايز اقول شبابي.
فيه، صح في صح جمهور ليه، ممكن يقطع تيكت ويدفع فلوس ويروح مكان عشان يسمع حاجه زي كده. ايه بقى الفرق بين التواشيح والانشاد؟ لان اعتقد ان هم يعني القصه دي برضو تمام. هو الانشاد الوان متعدده، يعني في منه لون الابتهال الديني زي اللي بيتقال في ابتهالات الفجر، في منه لون التواشيح زي اللي كان بيقولوه مشايخنا زي الشيخ علي محمود وسيدنا الشيخ مثلا طه الفاشني زي اياه المختار والكرام اللي كان بيقولها دي، ده اسمه توشيح. في لون تاني الانشوده زي اللي انا قلتها مثلا زي المسكفاح. الالوان المتعدده دي هي كلها بتنتمي للانشاد الديني المصري، لان الخليجي مختلف، الشامي مختلف، التركي مختلف، طبعا كل دي ثقافات مختلفه. اما بالنسبه للفرق الانشاد الديني فهي انتشرت بشكل كبير برضو بسبب ان هم بقوا يقدموا موسيقى معاصره قدر الامكان. يعني اكيد احنا كشباب مش هينفع نقول حاجه مشايخنا زي ما هي، هيبقى ايه الفرق؟ الجمهور هيروح يسمع الحاجات القديمه. جددوا ازاي في ايه بالظبط؟ موسيقيا. يعني انا مثلا بحب اقدم لسه هعمل مثلا تراك فانتاتونيك بلوز، يعني انا بعمل موسيقى غربيه بحته. انا ليه بقدم ده؟ عشان انا خاطئ بثقافات مختلفه. انا بحاول اوصل للشباب، يعني انا مش بحاول ان انا اخاطب مثلا الاعمار المتقدمه فقط، لا لا لا، بحاول اوصل للشباب بمزيكتهم، هم بيحبوا يسمعوا حاجات معينه، بس انا ما بعملش الموضوع بشكل مبتذل. انا بعمل الموضوع بشكل ايه. الثقافه الثانيه اللي لما تسمع منها انشاد او ابتهال تطربك؟ والله هم كتير يعني. انا بحب يمكن قريبه كمان من المصري. انا بحب الخليجي جدا. هو مختلف صراحه عن المصري، لكن انا بحبه بيلمسني، اللون الحجازي بالاخص. انا كمان على فكره بلحن. فانا لسه بلحن غنوه جديده دلوقتي خليجي. انا بحب الخليجي جدا، بحب التركي جدا. التركي انا لما بسمع تركي جسمي بيقشعر من اصواتهم ومن طريقه غناهم وطريقه. طب سمعنا انت بقى حاجه مصري. حاجه مصري، حاضر. ولما قاس قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، تجود وتعفو منة وتكرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. احسنت احسنت والله. من غير اي يعني ادوات موسيقيه احنا بنسمع سلم موسيقي متناسق على راسي، ده من زمان في عالي وواطي. قول لي بقى انت مين من المنشدين المصريين اللي انت بتسمعهم وبتحبهم، من سواء بقى من الجيل القديم او من الجيل الجديد، مين الاقرب الى قلبك ويا ريت سمعنا منه حاجه بقى؟ يعني هو ملهمي الاول سيدنا الشيخ محمد عمران. هم مشايخنا كلهم انا بستلهم منهم يعني. لكن سيدنا الشيخ محمد عمران اثر في روحي جدا جدا جدا. حسيت ان هو عنده حاجه مختلفه او بيقدم حاجه مختلفه، اثر في روحي، وده حاجه مش بايدي يعني. انا دلوقتي لما بتسمع حد بيأثر في روحك ده حاجه وجدانيه بحته. افتكر له ايه مثلا؟
يعني هو اشهر حاجه كان حتى الفنان بهاء سلطان قالها كانت في كامل الله من لطف الخفي، ممكن اقول منها جزء صغير. يلا. طبعا. لا يعني براحتك، احنا مستمتعين بصراحه. فكم لله من لطف خفي، فكم لله فكم لله من لطف خفي، يدق خفا مصطفى. صوتك فعلا جميل وامتعتنا النهارده، يعني خير ختام للشهر الكريم مع الصوت الجميل. كل الشكر ليك المنشد مصطفى الشافعي، يعني نورتنا وانستنا، وكل سنه وانت بالف خير، ونتمنى لك عيد سعيد. عيد سعيد. انا يعني بضم صوتي برضه لصوت بسنت، يعني يعني لو قعدنا ندبرها كده، يعني احلى ختام ايه لصباح الخير يا مصر في شهر رمضان، مش هيبقى احلى من كده. الله يحفظك. وكان نسمع منك ليله العيد، بس للاسف الوقت ازف، يعني احنا بنشكرك مره تانية.